الأم ممكن تكون شاطرة وفي أم ممكن تكون مهملة، لكن في آخر اليوم مش ممكن تختاروا مامتكم. جزء كبير من الطفولة بيخلص في عمل الواجب، وأحياناً بتحتاجوا فعلاً لمساعدة مامتكم. ماما! الأم الشاطرة بتيجي لإنقاذكم على طول. دي سهلة يا حبيبي، غير الزائد لناقص وغير كلمة غيبوبة العمود وهتلاقي الإجابة. أنت فعلاً عرفت طريقة حلها، صح يا حبيبي؟ الواجب خلص على طول. الأم المهملة ما بتحبش المدرسة أبداً، مش ممكن تتوقعي مساعدة كتير. أنت نمتي يا ماما؟ المفروض تعملي إيه تاني لما العلوم تكون زي اليوناني بالنسبة لك؟ أفتكر إن ده وقت اللجوء للسلاح الكبير. جدتي! جدتي هتحل الموضوع ده حالاً. ولا لأ؟ أوه، دي مناهج دراسية جديدة، كانت مختلفة وأنا في سنك. هاي، أنتي نمتي ولا حاجة؟ أنتي نمتي؟ طب ليه ما حذرتنيش؟ نومة حلوة بدل الواجب بتجمع الأسرة مع بعض. أحسن طريقة للطفل علشان يكسب فلوس إنه يفقد سنة من أسنان الطفولة. أيوة، أخيراً! خبي السنة بس تحت المخدة وبعدين كملي نوم. وهنا بتوصل جنية الأسنان، وهي عارفة بتعمل إيه. هي دي سنة؟ سنة حقيقية؟ ده هايل، وادي جايزتك. للحظ السيء الأم المهملة عارفة طريقة لم الفلوس دي كمان. فلوس مقابل سنة لطفلة؟ مستحيل، أنا محتاجاها أكتر. الطفلة المسكينة محبطة جداً. كنت عارفة إن مفيش حاجة اسمها جنية الأسنان. طبعاً مش زي ما بيحصل في بيت الأم الشاطرة. والسنة المخفية تحت المخدة بيدفع ثمنها. هاي، أنا غني جداً. هو في حاجة ممكن تخلي الأم سعيدة أكتر من إن طفلها يكون سعيد؟ سلامة الطفل في العربية مهمة جداً. أتمنى إن هما يعملوا كراسي عربية تناسب كل الأعمار لحد سن 18، ساعتها الأم هتكون راضية. طيب، اربط الحزام، يلا بينا. إحنا عندنا حاجات هايلة نعملها. الأمهات المهملة مش بس بينسوا معايير السلامة، دول كمان بينسوا أطفالهم أحياناً. حاجات كتيرة لازم تتعمل، كتيرة قوي. أوه، ماما، أنتي مش ناسي حاجة؟ آه صحيح، أنا محتاجة أحط شوية ملمع شفايف. يلا بينا نمشي. هاي، ماما، طيب وأنا؟ على الأقل هدي شوية عند إشارة المرور. يا ترى صعب إنك تجهزي طفل للمدرسة؟ مش صعبة خالص، الأم الشاطرة هتقول كده. الغدا جاهز والهدوم مكوية. يا ترى الطفل سعيد؟ طبعاً! مع النوع ده من التجهيز هيكون طالب متفوق. انطلق يا بطل! لكن بالنسبة للأم المهملة الصبح تعذيب. قومي يا ماما، قومي! طيب، انتي مش قادرة تجهزي نفسك بنفسك؟ انتي بنت كبيرة. تقصدي ايه بالغدا؟ الفلوس أحسن من الساندويتش. اشتري لنفسك حاجة في وقت الغدا. واضح إن مفيش قدامك اختيار غير إنك تتعودي تعيشي زي الكبار، ومش صعبة خالص إنك تستعدي بنفسك. أيوة، كان ممكن تعملي شعرك بشكل أحسن والزراير مقطوعة، لكن المدرسة مش ممكن تستنى. ايه اليوم اللطيف ده؟ مفيش داعي للاستعجال على اي حال. انت غلطانه جدا، في حد مستني مفاجاه كبيره. عيد ميلاد سعيد يا بيبي، ضيوف، هدايا، امنيات دافيه. اوه لا، هو انا نسيت حاجه؟ ده صحيح،
ده عيد ميلاد بنتك. أفتكر إن في حتة كيكة في التلاجة. طيب شموع، شموع، لو حطيتي كمان شمعتين تانيين للسبعة هتوصلي للرقم الصحيح، ده هيأدي الغرض. كيكة عيد الميلاد بقت جاهزة، اتمني أمنية. أوه، إيه اللي مأخرك كل ده؟ انفخيهم كده، دي مش مشكلة كبيرة. ودلوقتي أحسن جزء، عيد ميلاد سعيد يا طفلة. الأم المهملة زودتها المرة دي، لكن لسه محتاجة أسجل عيد ميلاد بنتها في النتيجة. الحفلة بمعايير الأم الشاطرة بتكون طقس كامل. عيد الميلاد معناه حفلة مفاجآت مع كمية أكل كبيرة، هدايا وضيوف. يا ريت كل أمنياتك تتحقق. وبعد الكيكة اللذيذة هيبقى فيه ألعاب ورقص. الأطفال والآيس كريم مش دايماً بيجتمعوا مع بعض بشكل كويس. في العادة الآيس كريم بيستقر على وشهم وإيديهم والهدوم. أوه، أنت وقعته؟ مفيش مشكلة، مش ممكن تخوفه الأم الشاطرة ببقعة. هي بتشيل مناديل مبللة في شنطتها وتيشيرت احتياطي. وطفلها رجع نضيف تاني. الأم المهملة مش بتهتم بالبقع أساساً. أوه ماما، أنا بقعت هدومي. أوكي هاي، أنا دايماً بشيل معايا مقص في شنطتي. مفيش بقع، مفيش مشكلة. مين هيهتم لو كان ده تيشيرت جديد؟ على الأقل مفيش فيه أي بقع. في بيت فيه أطفال، النظافة المثالية مش بتستمر كتير. قبل ما بتخلصي تنظيف كل حاجة، أوبس، الفوضى رجعت تاني. التنظيف لأكتر من مرة في الشهر؟ لأ لأ لأ، الأم المهملة مش عايزة تعمل ده. كمان هي عارفة ابتكار حياة هايل. ممسحة وسليبرز ممكن يعملوا جذبة تنظيف هايلة. يلا انطلقوا يا كيدو، كل ما تمشي أكتر البيت هيكون أنضف. وأنا عندي حاجات مهمة أعملها، محتاجة أخلص البرنامج بتاعي. ده خيالي. أطفال الأم الشاطرة ممكن يبتكروا فوضى هما كمان. الكاندي دي كانت فين؟ أوه، في إيه؟ أنت كويس؟ حتى أصغر دوشة بتصدم الأم الشاطرة. يا ترى طفلي بخير؟ دي أهم حاجة. والسيريال؟ ده اللي المكنسة الكهرباء اتعملت علشانه. بروم، وبقت نظيفة. أنت متأكد إنك ما اتأذتش؟ عايز واحدة كب كيك؟ الأمومة مش سبب للتخلي عن المواعيد الشخصية. ماما ماشية، ما تتصليش بيها الفترة، أنا هكون مشغولة. والبنت بتفضل مع جدتها. لأ، أنا مش مهتمة بمجالسة الأطفال. أوه، الأم زي بنتها. في تاريخ كامل من الأمهات المهملة هنا. ما تبصيش ناحيتي، الأمهات بيحتاجوا وقت لوحدهم. الأم السعيدة يعني طفل سعيد. تشاو. وفاطمة الجدة بتتعامل مع الطفلة؟ الأم بتعمل تان وبتعوم زي ما هي عايزة. دي الجنة. الخروج لوحدي؟ الأم الشاطرة مش ممكن تعمل كده. جاهز للسفر؟ جبت برنيطة معاك؟ يلا نروح في مغامرة، احنا الاتنين وبس. هنستمتع بالشمس وهنعوم. هناكل آيس كريم كتير ونطرطش المية في المكان كله. عمل شوبينج مع طفلة بيكون ممكن بس لو معاكي المعدات الصح. الأحسن تربطي الطفلة بحزام قصير في مولات الشوبينج. رغم إن جينات الأم المهملة بتظهر، هو المشبك الصغير ده المفروض يربطني؟ ها! وفي وقت ما الطفلة بتمشي بين المحلات، الأم هتبدأ رحلة صيد لكنز ما يتنسيش. إيه؟ تاني؟ يا ترى هدور عليها فين المرة دي؟ الأم الشاطرة عندها أكتر طفل مطيع.
ولا هما بيستخدموا قفل أمان قوي؟ مفيش طفل ممكن يهرب من رابطة قوية زي دي. اركب في العربية ويلا بينا نرجع البيت، وخليك شاطر. يا ترى عجبكم قصصنا عن الأم المهملة والشاطرة؟ إيه من المواقف دي شكله مألوف ليكم؟ قولولنا في التعليقات، اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في قناتنا واضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش سيناريوهات مثيرة للاهتمام عن الأمهات من تروم تروم سيلكت.